عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مرة اخرى في قناتكم خطوة خطوة مع اطفالنا. طبيعة الحال دخلنا عليها بزاف ديال الجديد، الطبخ، فلوغ الى اخره، وغادي نتعودوا بزاف ديال القصص اللي كتخص بالاطفال وحتى الكبار كذلك. اليوم جيت نتقاسم معكم اليوم العالمي للتتلت الصبغي، وهنا واحد الالتفات للاطفال بالاخص اللي في هذه الحاله. بعدا اولا كنشكروا الناس اللي كيرافقوا هاد الاطفال هادو، كنحيي الامهات والاباء اللي كيناضلوا من اجل هاد الاطفال هادو، وكنتمنى من العائلات انهم يعلموا وليداتهم اللي ما عندهمش هاد الحالات في العائله انهم يتعلموا يتعايشوا مع الاطفال، انهم ما يشوفوش واحد النظره، ويعلموهم انهم ما يخافوش من هادوك الاطفال، وانهم يتعايشوا معاهم ويتصاحبوا معاهم، وانهم اطفال بحالنا بحالهم، كيبقى شخص روح، كيبقى انسان، وكيبقى اول حاجه عنده نفسيه وكيحس باي حاجه كتحس بها انت. هذا النهار هذا التفاته باش نقول الامهات رحنا معكم ولو غير بالتفكير فيكم، لان هذه الحاله باش الانسان يقبل وليداته اللي عندهم تتلت صبغي ماشي سهله، ولكن الحمد لله على نعمه الصبر، والحمد لله الله اللي عطى، ما كيبقى الا الحمد لله. اللهم تبارك الله عليكم. وبزاف ديال الناس كيسولوني واش كنرافق صراحه في المؤسسه، ما عندناش مؤهلات، لان خاص تكون مؤهل باش ترافق اطفال التلت الصبغي باش تعطيه من الاطفال اللي تيكون عندهم التلت الصبغي، باش ترافقوا بواحد المرافقه اللي هي مهنيه، وخاص تكون عندك تاهيلات، ولكن مع الاسف حنا ما مؤهلين طلبات باش تدوز بزاف ديال التدريب باش يمكن لك ترافق الاطفال اللي عندهم التلت الصبغي. ماشي غادي نقول ماشي سهله، وانما ربما تغلب الاعلينه الانسانيه بعض المرات، كنبغيو نقوموا باعمال انسانيه وتقدر ما تكونش في صالح هذاك الطفل اللي عنده التلت الصبغي. دونك هنايا هاد المهام هذه كنخليوها للناس اللي مؤهلين، وحنايا اللي علينا اننا كنحاولوا ما امكن اننا نبحثوا ونشوفوا الطرق اللي كتقدر تساعد الاطفال اللي عندهم تتلت صبغي. تنقول لكم تبارك الله عليكم، واللي عنده شي معلومات او اللي عنده شي نصائح اللي قدمها الناس اللي كانوا مهنيا وكيرافقوا الاطفال ديال تتلت صبغي، او العائلات اللي كيرافقوهم اللي عنده نصائح او ديزاستوس، فمرحبا بكم. وهنا تنقول لكم تنفكر فيكم بزاف بزاف وقلبي معكم، وهذا الشيء علاش باش قلت ندير الفيديو ونعاود نتقاسم معكم للمره الثانيه هذا الفيديو، باش نقول لكم تبارك الله عليكم وعلى النضال وعلى الجمعيات اللي كيعطيو الاطفال. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى عما قريب انني نتاهل وتكون عندي تاهيلات باش نقدر نعطي صحيه ومرافقه مهنيه، ومرافقه تكون فيها متعه للطرفين. المهم النصائح اللي كنعطي العائلات اللي ما عندهمش الاطفال ديال التلت الصبغي، سمحوا لي ما تخرجليش، انهم يتعلموا يتعايشوا معهم ويتصاحبوا معهم، انه الطفل بحالك بحاله. حنايا دائما ربي مفرقنا بزاف ديال الحاجات، الا كانوا ما عندهم هذا الفرق فما كاينلاش غادي اننا نخلقوا واحد، مثلا اننا نخليهم في واحد يعني منسحبين على المجتمع، بالعكس خصنا يكون واحد الادماج في المجتمع باش يكون عندنا واحد المستقبل، وهما اللي غادي يمثلوا البلاد غدا ان شاء الله. دونك هنا تنقول لكم واحد الالتفاته تبارك الله عليكم. واحد المساله مهمه، وهو ان علموا وليداتكم يتواصلوا مع اطفال التلت الصبغي، علموا وليداتكم انهم يناديهم بالاسماء ديالهم. تنقول لكم تبارك الله عليكم والسلام عليكم.